مساء الخير. أنا النهاردة الجمعة الساعة 11 وربع، قاعد برضه في ستاربكس اللي كنت سجلت فيه الفيديو. كنت في ستاربكس اللي كان عن بتاع نيوزيلندا. إنما النهاردة أنا عايز أتكلم في موضوع، والموضوع ده برضو محتاجين نتكلم فيه أكتر من مرة، اللي هو ما بين حرية العقيدة ومن يعني بصفة عامة والسخرية أو نقد أو التعدي على معتقدات الآخر، والاتنين مرتبطين. حرية العقيدة بمعنى مثلا مطالبة بقوانين، يعني نجد دائما وللأسف بالذات في مجتمعنا الشرقي إن الأقليات بتطالب بالحرية، حرية الاعتقاد. الأغلبية مش عايزة تدي حرية، تيجي الأغلبية لما تسافر وتصبح أقلية تبقى عايزة تطالب بالحرية اللي هي ما كانتش عايزة تديها للأقلية اللي كانت عندها. في حين مش عايزين نتكلم، يعني عايزين بقى نتكلم بصراحة، إن المسيحي أو المسلم الذي يهاجر، إذا كان بالذات دول أوروبا، يعني أمريكا هي بلد مهاجرين، فكله مهاجر، يعني مفيش حد أمريكاني أمريكاني، بس بنتكلم عن أوروبا بالذات. أوروبا لا، أوروبا أنت مسيحي مصري، مسلم مصري، أما بتسافر سويسرا، بتسافر ألمانيا، أنت مهاجر. وفي أحيان كتيرة بتبقى أنت حتى ما عندكش ورق، يعني أنت غير قانوني قاعد، حتى المفروض قاعد غير قانوني، إنما بتبقى عندك يعني الجرأة انك تطالب بالحرية، في حين ان التانيين اللي قاعدين في بلدهم وانت ما كنت موجود انت مش عايز تديهم الحرية. يجي المسيحي برضو لما يجي يسافر بره عاوز بقى يمارس القوة بتاعته، ما هو فتبص تلاقيه يدخل في أحزاب ويدخل في بتاع أحزاب كارهة هي نفسها، يعني هي أحزاب كارهة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العرب بصفة عامة، مسيحيين ومسلمين. بل عايزين نخصص حاجة، إن العرب المسيحيين مش محميين قانونيين، يعني لو مورس ضدهم اضطهاد، يعني هنا مثلا في أمريكا أنت بتعتبر أبيض قانونا، لأن طلع قانون أيام كلينتون إن الناس اللي جاية من شمال أفريقيا وغرب آسيا اللي هم العرب يعني دول بيض، فأنت قانونا أبيض، وتقول أنا مسيحي، فلو مورس ضدك اضطهاد. فكرة عربي، العربي مثلا حتى في الابليكيشنز او كده العربي مش مدرك تحت الصنف، او انت اصلك ايه، انت يا اما هسبانيك يا اما اسيوي يا اما ابيض كوكيجن يا اما افريكان امريكان او افريكان اللي هو افريكان امريكان اسود يعني، بس كعربي انت مش محسوب. لكن في المعتقدات المسلم الاسلام مدرك تحت اللي هي لان القانون بيقول ان مفيش حد يضطهد على اساس ديني، المفروض لا اساس ديني ولا اساس عرقي، بس انت كعرقي العربي ابيض، فالعربي المسيحي لو راح
حاول يطلب مثلا او يرفع قضية على واحد مثلا صاحب بيت مش عايز يسكنه او محل مش عايز يبيع له او مطعم مش عايز يقدمه، فما يعني دي بس نوت على جنب، مش هيلاقي القانون اللي يدافع عنه. المسلم يلاقي ان المسلم هيروح يقول انا اضطهدت لاني مسلم. المسيح لا، المسيح ما يقدرش يقول. فالمهم تبص تلاقي مثلا دي للنقطة بقى الرئيسية، بص تلاقي المسيحيين مثلا العرب منضمين للحزب اليميني اللي مش عارف ايه اللي هو بيقصيهم هم ايضا. يعني اول مشكلة ان هو بيقصيه. طب انت يعني المفروض انت شارب ازاي للطهارة؟ طب انت يعني لما تكون في موضع قوة ما بتطالبش بنفس اللي انت كنت بتطالب فيه لما انت كنت في موقف ضعف، وده اللي بيخليك تفقد المصداقية. الانسان يفقد المصداقية عندما يطالب فقط لما ينفعه هو، انما لما بيطالب لغيره بما فيه هو، يعني هو والغيره، بيبقى فيه مصداقية اكثر. وحتى لما نشوف على تاريخ المجتمعات الجانب الاخر هو اللي قدر يحصل على حرية الجانب الضعيف. يعني الجانب القوي عندما طالب بحر، يعني الرجل عندما مثلا حتى عندنا في مصر حرية المرأة جت من قاسم امين. حرية العبيد في امريكا جت منين؟ جت من اساسا من ابراهيم لينكولن، وبعدين جت يعني حتى بعد مارتن لوثر هنا في امريكا، مش عشان مارتن لوثر، عشان كان في رؤساء ايام مارتن لوثر مؤمنين بان السود من حقهم الحرية، كانوا رؤساء وسياسيين بيض امنوا بده وقتها، من كينيدي لجونسون كانوا مقدرين ده وعايزين ده، والكونغرس كان موافق على ده، وعشان كده في الاخر حصلت. اي حقوق خدها اي اقلية كانت من خلال تعاطف الجانب القوي، ومن هنا كان في المصداقية وكان في القوة جاية من هنا. فأنت لا يمكن يكون عندك مصداقية ويكون عندك قوة وأنت بتطالب لنفسك فقط. وبعدين لما بتوصل أنت لتبقى في موقف القوي بترمي كل اللي أنت كنت بتطالب بيه، بتنساه. طب ما بتفتكرش ابدا ان انت النهارده انت اقليه بكره تبقى اغلبيه، النهارده انت اغلبيه بكره تبقى اقليه. يعني لا الاغلبيه دايمه ولا الاقليه دايمه. فالانسان الذي يطالب فقط لما ينفعه هو طبعا بيبقى إنسان أناني ضعيف الشخصية، لأن قوة الشخصية هو عندما تنفع الغير، تطالب للغير. وإن أنت تمارس على الآخر نفس اللي أنت مش عاجبك، يعني بتلاقي، ودي المشكلة، بتلاقي نفس الناس اللي مثلا مش عاجبها مثلا قانون طلع في سويسرا مثلا، مش عارف منع بنا مش عارف كذا، تلاقيهم هم نفس الناس اللي مش عايزين يبقى في بنا كنايس في القاهرة مثلا، او لما حد يفتح السيرة يقولك لا ده موضوع وده موضوع تاني.
الله، ده موضوع، ده موضوع تاني ازاي؟ احنا بنتكلم، ما انت في نفس الموقف. ونرجع لفكرة ان يعني، يعني دول ناس حتى يعني نفس حتى الـ يعني، وانا هنا بتكلم على الناس اللي في اوروبا، انتوا دخلاء على البلد، مسيحيين ومسلمين، انتوا دخلاء على البلد، ومعظمكم حتى يعني، انا حتى بعرف كان مسيحيين من البلد اللي كان فيه اهل امي، ميت خقان المنوفيه، كان في مسيحيين هناك عايشين في ايطاليا، ما شاء الله يعني مناظر، ما اعرفش عايشين في ايطاليا ازاي يعني، ما كنا بنشوفهم يعني جايين من يعني، يا ريتهم حتى من المتمدنين من اهل القريه، لا دول ما شاء الله يعني، وده يعني عنده ورق في إيطاليا؟ لا عنده ورق ولا عنده بتاع. ومش عايز أقول لك حتى المسيحي اللي في إيطاليا، طب ما إيطاليا كاثوليك، يعني أنا هزعل بقى الناس كلها مني بقى، لأن هو قاعد في إيطاليا بين الأغلبية هناك، وبرضه مش عاجبه المعتقد بتاع الإيطاليين، بس في نفس الوقت إن هو لأن برضه مسيحيين، تبص تلاقيه هو عاجبه إن مثلا طلع مش عارف الحزب اليميني في إيطاليا مش عارف عايز يطلع قانون إيه، تبص تلاقيه مش عاجبه يعني، عاجبه بس يجي واحد مثلا زي البابا فرانسيس أو أي شخص منفتح شوية ومتسامح يبقى مش عاجبه. وفي نفس الوقت هو نفسه مش عاجبه اللي بيؤمنوا بيه أهل البلد اللي هو عايش فيها غير قانوني، ما هو هو مسيحي على عيني وعلى راسي، بس هو مش قانوني في إيطاليا، يبقى شغال في سوق خضار ولا شغال مش عارف فين، ولا شغال في مصنع تحت الترابيزة، ولحد ما يلاقي له واحدة ضاربة الشمس يتجوزها بعد أي كلام عشان تدي له الورق، وما شاء الله يعني بتبقى مناظر يعني، بتبقى بالاسم، والناس في مصر بدأ يتجوز واحدة إيطالية، وتلاقي الصورة دي مين دي جايبها من أني يعني ده أي بنت في القرية أحلى منها. وده التناقض، هو في إيطاليا مش عاوز المسلمين يمارسوا حقوق، بينه وبين أهل بلده ولا أهل طائفته عمال يعايب على الإيطاليين والمعتقد الإيطالي اللي هو الكاثوليكي. بس لما كان في مصر هو عايزهم، يجي المسلم اللي عايش في إيطاليا عاوز يبني جامع جنب الفاتيكان، بس يجي مسيحي مثلا يفتح بقه إنه يبني كنيسة في حي جديد في مصر ولا حاجة، يطلعوا بالشوم والبتاع عايزين يكسروا الجدار بتاع الكنيسة، يكسروا الحيطة، يكسروا ولا أو ده ضد القانون، وفين التصريح، وكله بقى يطلع إيه مفتش قانوني يعني بتاع شغال تبع الحكومة يعني، وروني فين دول احنا ما عندهمش تصريح، سألناهم فين التصريح، قالوا ما فيش تصريح، ما ورناش تصريح، طب انت مالك انت وانت حكومة، طب ما انت هناك عاوز تبني وهنا وانت أقلية، ودي مش بلدك أساسا يعني، إيطاليا لا هي بلد المسيح اللي جاي رايح من ميت خقان اللي هي بلدي يعني، ميت خقان دي قريتي، أنا خليط ما بين تحت وميت خقان يعني، أنا صعيدي على منوفي، في ميت خقان
هو رايح جاي من ورا الجاموسة، المسيحي ده اللي رايح من ورا الجاموسة راح على إيطاليا مش بلده، وعاوز يقصي الآخر. وأنا بتكلم هنا على أي واحد، حتى اللي بيجي هنا، حتى اللي بيروح في حتة، يجي المسلم عاوز يروح عاوز يطالب بحرية العقيدة، لا أنا من حقي إن أنا مش عارف ألبس إيه وأعمل إيه وأعمل وأسوي وصار اللي في وسط الشارع وبتاع، مش من حق حد يقول لي حاجة. يجي المسيحي عاوز يطالب بحقه في ان هو يبني كنيسة في بلده مصر او كده، لا مش من حقك. ف يعني تفكير ما تفهمش، يعني ناس معقدة صراحة، يعني ده وده الاثنين معقدين، لان انت لا تطالب بحاجة معقولة، انت بس بتطالب باللي ينفعك انت بس، انما ما عندكش مبدأ، انت لا عندك مبدأ ولا عندك منهج ماشي عليه. نيجي الفكرة التانية اللي هو السخرية بقى من العقيدة، تلاقي الرتح ما بين عندك مش عارف الاخ مش عارف مين والاب زكريا بطرس والاخ رشيد ولا الاخ محمد ولا مش عارف ايه في القنوات المسيحيه، والجانب الاخر عندك ذاكر اللي هو اللي في الهند ده مش عارف، مش عايز اقول اسمه الاخير لانه يعني اسمه عيب شويه، وجدي غنيم ومش عارف مين ومين، وده بيشتم وده بيعيب ده مش عارف. بصراحة أكتر واحد يعني لسانه وجدي غنيم يعني، إنما ده بيسخر وده بيسخر، ده بيسخر بمعتقد الآخر وده بيسخر بمعتقد الآخر، وده مطلع حاجات واخدها من قطعها من سياق معين، وده برضو قطع حاجات واخدها من سياق معين. لا ده قاري القرآن والفقه والأحاديث، يعني أنا واحد من الناس قرأت القرآن وعندي القرآن في البيت وعندي الأحاديث وعندي كل حاجة، ودرست لاهوت في معهد السكاكين للدراسات الدينية زائد الحاجات التانية اللي أنا درستها. ف لا دون بال آية اللي واخدها من القرآن يعني فهمها صح، ولا ده اللي مقطع حتة من الكتاب المقدس برضو فهمها صح، وده عاوز يسخر من الجملة وده عايز يسخر من الجملة، ده عايز يسخر من الآية وده عايز يسخر من الآية، ده عايز يسخر من الكلمة وده عايز يسخر من الكلمة، وفي النهاية ده إيمان. يعني إيه إيمان؟ يعني حاجة غيبية شوية، أنا أؤمن أن فلان الفلاني رجل طيب، يعني أؤمن أنا بعتقد كده، يعني ما تعاملتش معاه قوي، في حين أن أنا أقول لا أنا عارف أن فلان الفلاني ده بيشتغل كذا، نادر محاسب ده انا عارف، فلان فلاني ساكن في المكان فلان، دي معرفة. في فرق بين الإيمان وبين المعرفة، احنا خلطنا بين الاثنين، خلينا الناس تقول انا ما بأمنش بالنظرية العلمية الفلانية، وفي نفس الوقت ناس تانية تقول لا انا عارف ان كذا وكذا، وتبص تلاقي ممكن يعني يروحوا يقتلوا عشان خاطر المعتقد اللي بيعتقدوه. طيب يعني انت كده خلطت بين الاثنين، الايمان حاجة وده حاجة، لان الايمان ده شيء يعني ما تقدرش تثبته، مش شيء مش محسوس، ده معنى الايمان ان شيء في الاحساس بالقلب،
هتقول لي من هنا البكرة ان تقدر تثبته بالعقل واقدر اثبت لك بالعقل ان كذا، لا، العقل هنا بعيد عن الايمان، بعيد عن العقل شوي. في اشياء عقلانية في الايمان، اشياء معينة اللي هو تقدر تثبت ان النبي الفلاني عمل كذا وكذا، وان فلان الفلاني عمل كذا وكذا، فتبتدي تقول اه ده شخص عظيم وده شخص. بس حتى برضو انت كنت موجود عشان تشوف، يعني بقى نبتدي بقى ايه ندخل في موضوع ان 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 زي ما ده بيشكك ده هيشكك. فسيبه كل واحد يؤمن بالعايز يؤمن بيه. لا انت تقدر تثبت ان انت الصح، انت بتثبت بالكتاب اللي في ايدك، وده برضو بيثبت بالكتاب اللي في ايده. يعني لا ده يقدر، يعني ازاي اتنين كل واحد فيهم بيتكلم بلغة مختلفة عن التاني، بس ده عايز يفهم دون وده عايز يفهم دون، وعمين يزعقوا على بعض، لا ده فاهم لغة ده ولا ده فاهم لغة ده. فانت الدليل الوحيد اللي في ايدك كتابك، وانت برضو دليل الوحيد اللي في ايدك كتابك، لا ده بيؤمن بكتابك ولا ده بيؤمن بكتابك. خلاص سيبه كل واحد يؤمن باللي عنده. المسيحي يبقى مسيحي والمسلم يبقى مسلم، والبودي يبقى بودي واليهودي يبقى يهودي والده يبقى دون، وخلاص وكل الناس تعيش في سلام. لا انت تقدر تخلي كل المسلمين في الدنيا مسيحيين، ولا انت تقدر تخلي كل المسيحيين يبقوا مسلمين. انت مش هينوبك ان انت بتكره الناس فيك لما تقعد تطلع مثلا ايات من القرآن وتقول هنا تقال كذا وهنا تقال كذا وتطلع وتعمل ودون، يطلع من الكتاب المقدس. وهنا في كلام ممكن يناقش وهنا في كلام ممكن يناقش، وهنا في كلام مردود عليه وفي كلام، يعني ممكن تطلع كلام تاني يرد عليه فيه. لا لان انت بتطلع من السياق، نزعت من اساس الموضوع جملة انت نزعتها. اي كتاب لاي شخص في الدنيا، حتى المقولة الشهيرة بتاعت ماركس الدين افيونة الشعوب، ده متاخد من كتاب هو بيكلم في حاجات. انت خدت جملة او الغاية تبرر الوسيلة الماكيافيلي، تاخده من موضوع، ده كتاب طويل عريض، بقول لك كتاب الامير. ف اصطياد الحاجة وفكر ان انت بقى فشت بقى ويألف كتب بقى، وده يألف كتب، وده مش عارف طلع كام آية من هنا، 10 آيات من هنا، وده مطلع 10 آيات من هنا، وقال لك خلاص احنا اكتشفنا كذا. فياريت نعتقل شوية ونعقل ونهدى عشان نعيش جميعا في سلام، ونترك بعدنا البعض يؤمن بما يريد ان يؤمن به بحرية، حرية عقيدة، حرية تفكير. الناس هتعيش في سلام وفي خير، والناس هتقدر تتقدم. تصبح على خير.